And changing money. Yeah, this Ghana series. Okay. Yeah. This is good. Ghana first impression. شوفوا على طلع. Thomas. Stop. Yeah. ما هاد الغيس كيطلق. Good, good. Because and you can enter through Togo. Yeah. Through Yendi. Tatale or any of these places. Okay, great. Okay. To great. Because they were warning us that we should ask first. Oh no no. The northern part is okay, but when you go to Tamale, Tamale. Yeah. Yeah, Tamale. Yes. You can move to Yendi. Yeah. That place is safe. Okay. To the Togo side. Oh, okay. Perfect. Okay. And now we are here. You are here. Okay. Thank you. Welcome. Have a good evening. Bye. Officially okay. In Ghana, هذا ثاني بوست درنا في سبان. درنا في طابع عند هذيك ديك سيتي ليتس جو كان سنوب سيكار هنا يطغانا لما كانش عندك لاخر كير غانا متكونش شكل فرنسي خاص تكون عندك فرنسي خارجي من جيرانا دونك وحدة داك لوفيسي اللي كان وسع لينا البارح لوفيسي البارح ديال ليميغاسيون هنايا في المدينة صرف معنا واحد صافي سي اخر صافو دابا غي يدير لنا بسميتو البارح كتبو لينا تريكي تخي من غير انه باش يريجيستر دابا صافي امور تحت السيطرة So now we are working to get this SIM card. Thank you for helping our future YouTuber. صباح الخير النهار الثاني لينا في غانا. غانا بلد كيدوي بلونجلي اغلبيتهم مسيحيين ولكن لا ريجيون اللي فيها انا دابا فيها المسلمين اي فيرست امبريشن على غانا سي كو شعب عزيز عليه الضحك تقول ليه لا هو ريو غيبدا يضحك يموت بالضحك يقول لك جود اند يو وير ار يو فروم موروكو واو افريكا نايس ذاتس جود طريق دابا الالفنت فورست هاد الغابة ديال هلاو غابة ديال سميتهم لي زيلفنت بالعربية الفيلة باروفيل و مهم جيسبيغ نشوفو الفيلة في شطرة كي دايرة جيسبيغ نشوفو الفيل في غابة ديال الفيلة و دابا في أنغولا و ناميبيا و داكشي موجودين وفي الشرق ديال أفريقيا ولكن اللي شفناهم من هنايا تقولها بي جود ليتس جو غانا حياة صعيبة ما كتعرفش واش غير عادي لا ولا ما كتلقى واحد دابا كيجبد الدب عرفتش كيفاش كيبدو الدب تمايا مي فريمون ما عندهمش ايماجين قال لك وجبت لنا معاك الخبز المهم ما كانش عندنا حنا الخبز مي فاش كنا غاديين واحد المره كتبيع الخبز وصيفطت مع واحد قلت لها كيعطيه الشاف وداكشي عاشي كيبدا حتى هو الشاف كيعيط ليه زعما and he was very happy بخبيز alors que هو كيجبد الدب شنو هي الدب مي الناس اللي كيضربو تمر عليه ما كيتخلصوش مزيان فوالا هادي هي الحياه طريق فيها طلعي بزاف ولكن مفوجه فوالا Going from Morocco to South Africa. Wow. وفاش كتنقيه بحال الزريعه اللي وريت في الفيديو اللي قبل
كيكون شويه مر فوالا. ماشي ديما كتسلم للجره باد ديال الدراير شي رساس شو شو دمبي. دونك الحل هو غادي نفيكسي السلسله، غادي نقصها ونفيكسيها في بلان واحد بلا دراير، وخصني غالبا غادي نشد الكار الاكر بما نقدر نلقى البياسه ولا نصاوبها باش باش نقدر نكمل باسكو جو بي با صافي هنا امبوسيبل فين غادي نلقى هنايا البياسه في كازو ما لقيتهاش. ها ايوب ايوب على الله قال لي يقدر يحيد مشي بيكاره ودي بانين الحل الترقيعي الدراير مشى هنا فيكسيها مع هادي ونرجع الرجوع من بعد ما فيكسيت السلسلة وحدة يعني دابا عشو هنا كاينين طلاعي يمكن تشوفو هدا طلاعي كبيرة هنايا و رجوع هاد الطريق راه يمكن دفعت البيكاله ديالو ودابا راجعين البيكاله ديالي حيت راه معايا هاد الغيس صعيب دفع البيكاله حيت كلشي كيوحل كلشي صراحة أصحاب حاجة هي الغيس كاين لا طلوع لا مكتقدرش تزيد كلشي كلشي بارت اوف ذا بايك كيعاني. And this is how we clean the bicycle. كاين غيس بزاف بيكالا شويه الشجره ديالها انا غنديرها هنا واخا في عز المشاكل وفي عز التحسرات من الدستور شيشاء خيط من السماء ما حبساتش كاع ما حبساتش من ساعتين دابا هي كتصب نهار كامل كتصب وكتحبس دابا انا غادا بفيتاس وحده بلوكيت نقص من السلسله بحال دابا ما كنشونجيش الفيتاس لا قدام لا انا طوندو غنوصل لواحد المدينه كبيره وغنشد كار الاكرا باش نصوبها اوغوزمون لقيت واحد البنت جايه من رباط العينه هاجر كنشكرها خدمت اليوم كلشي باش توصلني البياسه غدا نصوبها ونكمل حيت صعيب انك دابا راه غاده مزيان فيتاس مويان واحد 15 كيلومتر طاغ ولكن باغي نمشي لمناطق فيهم شويه جبال وداكشي صعيب فيتاس واحد هادشي تبغي تكسيري بلوكي ماما ما خدامش هادشي. سو جايز بيكالا ولا فيها سبيد واحد وكاينين طلاعي دونك ما نقدرش ماشي ما نقدرش مي غادي نضيع بزاف ديال الوقت باش نوصل لاكرا في طريق ناسيونال متهامي تشاف خصني نمشي لاكرا نقاد البيكالا وغالبا غادي نرجع للشمال الشرقي ديال الكانا باش نكمل. هذا هو الباص اللي كيمشي لاكرا كيمشي حتى 6 تاع العشيه جيت مع 8 الصباح نسول وفاش جيت دابا لقيت تقريبا فين كيديروا الباجاج عامر دونك ما بلانش دونك غنمشي لهاد الصغار وغادي نمشي لكوماسكي ثاني اكبر مدينه في غانا ومن تما 6 سوايع 4 سوايع ومن تما غادي ناخذ الكار عاوتاني Thank you. Yes, it's good. Hey, Lilia. Hi.
to take my bike. Yeah. This man, attention, monsieur. I'm from Morocco. I'm from Morocco. I'm American guy. I'm Moroccan girl. This man, he wants more money for my bike, and he told us I'm. You are just recording the guy. No, I'm so poor. I don't have enough money. That's why I'm cycling with the bike. You are recording. I'm going to watch your YouTube channel. Give me your YouTube channel. I will give you my YouTube channel and you will see yourself in YouTube. Okay, so you will make it for 30 cities. 30 cities? 30 cities? No, I will put it for 30 cities. Thomas, yeah, I'm going to Kumasi, but on the bicycle in a different way. اللي كان كنا غادي نتفارقوا في ديك الغابه اللي كنا غادي ليها اصلا هذا هو كان البلان باش نتفارقوا باش كل واحد يشترك بلا يبغي. سو توماس جود لاك. يا ثانك يو فيري ماتش. سي يو جايز ميبي ات سام اذر بوينت ان ذيس جيرني. باي باي. سو انا دي كوانو تو وين Thank you. You this guy. Okay, you can smoke it. I will see that these ladies, they invite me to their house to not keep me alone. So I will say that, yeah, people here are very nice. Same as well, right? So can you make this for me? Okay. So, Shifra Abdel Rueda. وانا ما يمكنش العيالات في هذا الحيط. دابا انايا غادي نوصل لكوماسي. يس كوماسي وفروم كوماسي ام جوين تو اكرا. ودابا انا قلت لها دار ما حتشينيش عند الكار ونشوف الكار هو اللي يديني. ما غاديش نقدر ما نوصل الليل انايا في هذاك الشيء. هو الشيء اللي دار معايا قال لي انا وصلت للستاسيون ديال الكار باش ندي الكار. وهاد العيالات كاملين كلشي كيقول لي يلاه معنا الدار. اوكي وي جو. قالوا لي يدوني معاهم للدار ونشوفوا حنا شدوا لك طاكسي وداك الشيء. دايرين الشيماء باش يدوني معاهم. صراحه لوكسبيتالي تاع افريكان نهار هذا ما يخدمش. سو يس هادشي كي زوين مزيان مزيان. مين ثمانية سافر فور الكاميرا؟ هاماتش زيد This is for the camera. هاي ولاد زين كيفاش كتبان عندهم. مشيت ديت واحد البانش حدا واحد لافامي زعما راني معاهم والكار كيمشي. خديت كارتي على 12 باش نوصل بكري. اوكي جيف مي ذا تشينج باش نوصل بكري باش ما نبقاش عكرا هنا نلقاوك وكتصرفوا. المهم انا ما عنديش عليا تحرك في الليل داكشي علاش. Thank you. ما عنديش عليا نشكرك في الليل داكشي علاش قررت نبقى هنايا وهادشي اللي كاين. سكند كار تو اكرا هذا اختي كرسو لي في كهرا دونك مشيت لواحد لاجونس بحال قلتو اجونس مزيان هنايا عندهم سميتها في اي بي فريمون في اي بي لاحظوا معايا هاي المحطة و في كالا درت واحد الكوسكو بالشيشة اللي فيها بلاصة محدودة فاش بغيت نخلص قال لي كنتي كي راني انا جيت من بعيد وبعيد بزاف من دار غدا العاصرة داك الشيء درت قدمت ولا ديوان صافي هو ها هو الكاف شي يا سلام عندك كفاجة هنايا وكفاجة هنايا. سو بلان غنمشي مرتاحة غنوصل ان شاء الله مع الصباح. وكانت تصوص بيت هذيك السفيرة اللي في غانا كاينة مرا في غانا وقالت لي راه وقت ما جيتش نقدر نجي عندك في الليل وانا جي بريفير انني نبقى في لاجونس هنايا ثلاثة السوايع بما وصل الكار ديال الليل ونمشي ديريكتومون لاكرا نوصل الصباح على انني نوصل لاكرا مع 4 الصباح ولا 5 الصباح فوالا سي سا. المهم هادشي التعليمات اللي بدينا وفي ديك الايام كنا كنصدقوهم انايا. محطة وصلت مع 5:30 الصباح مع نزل الكار لقيت شي 10 واقفين ليا على البيكالا بغيني نهبطو نقول لهم اريتي شو شيب با الفيلو وانا ندير وين زيد شوف شي حاجه اريتي الفيلو ما تقربش ليا الله يحفظك.
اهم حاجه عندي في هذا الفواياج هي التيكات ما كنتمشي وحدي قرب لها صافي. دابا هنا بحال هاد الشوب سي اون اسوسياسيون وهاد لي برودوي اللي دايره كل برودوي كتلقى بانه لي صوبات هاد لي برودوي فوالا مثلا هادي مصوبه ماري فلوس ديال هاد لي برودوي كيمشيو ديريكتومون ليها ما حنا عندنا هاد المشكل بزاف بحال دوك العيالات اللي كيصوبوا الزرابي وكيبيعوهم خاص بزاف وهادوك اللي كيعاودو يبيعوهم كيبيعوهم بالملايين ولكن اللي كيصوبوا دوك الزرابي ما كيتخلصوش بزاف دونك فوالا هادو دايرين زعما كل وحده تاخذ هذيك الفلوس كيمشيو كيمشيو لا بيرسون لي صوبات داكشي سا سي لو سوق ماكولا سي ان سونت بوبولير في بزاف ديال الحوايج دابا غنمشيو باش ندوزو من هنا لوسط جي سي دو فو بروندر دي فوتو وداكشي المهم درب السلطان ديالهم شارع محمد السادس والو كيكون شو عامر نهار السبت في العيد كوكونوت دائما صباح الخير هاد لا ريجيون اكوسومو جو بونس المهم ما نكتبها لكم هنا كاين فولتا كاين واحد النهر اشد من هنايا طالع حتى طالع فغانا بزاف كبير بزاف فوالا جينا هنا ضربنا واحد فطرنا هنا وضربنا واحد دواره في الباطو ريجيون زوينه صراحه خضره وبحار كاين صياده مي جو شويه مغيم كتبش لكم لا فيردور تيل كيلي فوالا جينا مع سعادة السفيرة العائلة ديالها شوفوا شويه البلاد فوالا هذا الكبير هو الاول توا يقرب واو فيرم لا فرابيرمين سو اكرا جيت صباح مي ما لقيتش فين صوبتي كالا ما بان لي داكشي مخربق باش خصني نحيد الكاسيت نعاود نردها لقيت واحد السيد عطى 2 مرتو رحاب مرحاب راه حنا فهمتي دابا بيناتنا لي فواياجور راه ديما كنبارطاجيو لي انفورماسيون فوالا هذا سي ان سيكليست هو عنده لي فيلو زعما من غير انه ميكانيكي صوب لي فيلو سي ان سيكليست باش كتعرف شي واحد بانه ديجا سيكليست كتكون مرتاح على بيكالتك حيت هو ديجا عارف شنو داير صافي وانا واقف عليه دابا باش نقاد كان قال لي خاصك 3 ايام كاين راه البياسه عندي هو يقول لي اوكي با دو ديرايور المهم كما شكون من المنبر ايوب اللي في عين الشق كيبيع في بيكالا عشان نحط لكم نمرتي في الديسكريبسيون عبد الله بيكالا اللي تا هو جاب لي البياسه من رباط الكازا حيت كانت هي البنت النهار اللي شريت لي في بيكالا ياسين صافي لي السقاطه معرفتش مصورتش ليكم زكريا مهم كاع الناس اللي ساهموا من قريب او بعيد في هذا and this is our boss I have it انتما نقول لكم ها هي فوالا كنت في الاستقالة فينالمون هنا قال لي راه ديجا شفتك في فيسبوك I saw that you said that you saw me on Facebook المهم فاش كيتسلع لك سيكليس فاش كيتسلع البيكالا فاش كتسلع عند ان سيكليس تكون حسان ما كتسلع بوحدك وقع ليا مشكل هو هنايا تقبل لي الساك مع لي بيدال دونك شنو درت حيت البيدال كيبدا داك بحال قلت شي كاع داكشي كيهبط لتحت دونك ولا البيدال كيدير شتي شادي هادي درتها لتحت وليت كنعمرها من هنايا دونك داكشي ما بقاش كيخرج من البيدال
المهم انا وليت غاده في هذه الرحله بالديباناج ديباناج ديباناج او هادشي اللي كاين.